نكلمنا عن الكوارث. هو كان في النهارده تحقيق مع مسلم والمنتج بتاعه سلطان. كان سلطان مقدم شكوى قبل كده واحنا بنباشر التحقيق فيها، وكان في تحقيق قبل كده مع مسلم ومسلم قال اقوال، فكنا بنواجه بيها سلطان النهارده، وكان المفروض مسلم هيجي لكن للاسف ما جاش، فاتخذنا قرارات تشاور مع السيد النقيب الفنان مصطفى كامل ومع المجلس ايضا، وصدر القرار بايقافه لحين امتثاله للتحقيق ويبدا دفاعه وحل الموضوع داخل النقابه، لان هي بيت الجميع والعقد اصله مسجل هنا في النقابه، وده الموقف كاملا. يعني ايه اسباب عدم حضوره؟ يعني هل برر عدم حضوره النهارده للتحقيق؟ لا هو ما بررش، ما يعني لا جه ولا حد مفوض منه او المحامي بتاعه او ما ينوب عنه برر عدم حضوره. دي مشكلة مسلم. طيب بالنسبة للسلطان، طيب كلمني بقى عن الجلسة، هو قال لك مثلا ايه المشكلة من البداية؟ المبرم بينه وبين مسلم واللي مش ملتزم بيه مسلم، وقدم لنا مستندات وقدم لنا أدلة بتضحك كل مزاعم مسلم السابق، ومسلم ما جاش يرد عليه. طيب هل مثلا في تحقيق في الفترة الجاية ممكن نشوفه؟ هل حددتوا موعد لده ولا لا؟ هو موقوف لحين ان هو يجي يقدم طلب ويقول انا عايز اتحقق معايا او عايز احل الموضوع. في غرامه؟ لازم. في غرامه ممكن تدفع؟ في غرامه. ايه هي الغرامه؟ لا غرامه ماليه يعني تحددت، يعني هو هي الفكره فكره الردع مش فكره كام يعني. لا هي غرامه رادعه. غرامه. طيب لكن مش هيكون في وقف عن العمل او في وقف؟ في وقف. طيب.